كثير ما ينفقون في غير رمضان على الطعام مع الشرب والشراب، مع أن رمضان هو شهر الطعام وشهر الصيام وليس شهر للطعام والشراب، ليس كذلك؟ فكثير من الناس جعلوا من شهر الصيام شهرا للدسم والطعام. هل كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يتهيأ لرمضان بإعداد الحلويات والمعروك والناعي ما أدري مين والعرقسوس؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله أن يبلغه رمضان، وحتى الصحابة كانوا قبل 6 أشهر يخافوا يموتوا، يخافون من الموت، يدعون الله عز وجل حتى يبلغهم رمضان، ويقولون اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، بس فيك مال أهم، وتسلمه منا وتقبل. لا بدنا نسلم رمضان شهر المسلسلات ولا هذا، أخي الليل أصير سبحان الله خلص التراويح يا جماعة نحن بعد بالخيمة صارت ساعة أربعة خير شاء الله، شو كنت عم تسأل عم تصلي التهجد عم تختم لك كم خدمة قرآن عم تقرأ نفسي؟ لا والله برتية هيك طرطيب على دريكس على كذا شوي، سبحان الله واحد ما بحس بالوقت عم يمشي، كأنه يعتقد أن رمضان هم، رمضان هو فرصة حتى يطهرك الله عز وجل من الذنوب. كل الأعمال بالمناسبة كل الأعمال ثوابها معروف، إلا صوم قال الله تعالى في الحديث القدسي كل عمل بآدم له إلا صوم فإنه لي وأنا أجزي. ليه؟ قال العلماء لأن هذه العبادة تظهر فيها عبودية الإخلاص. شغلة كبيرة كبيرة بينكم وبين الله عز وجل قصة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم متى فرض الجهاد وأذن للمسلمين أن يدافعوا عن أنفسهم بعد أن كانوا يسامون سوء العذاب في مكة وغير مكة وهاجروا إلى المدينة، حتى أن بعض الصحابة سيدنا خباب بن الأرت أطفأوا في ظهره الجمر يعني من شح الظهر أطفأوا، بعضهم كان ما نتكلم عن الصور كيف كان أهل مكة يمكنون للصحابة بعد هجرتهم قرابة 2 سنين نزل قوله تعالى في رمضان في 17